بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسن من قناة طوب زهرة. اليوم عندي واحد الموضوع خاص واستثنائي درتو بالخف في هذا الوقت اللي رانا فيه، في اللي رانا نشهدو فيه في درجة الحرارة اللي ارتفعت بزاف 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 بزاف. الله يلطف بينا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون علينا بالخير إن شاء الله. وهذه أمر ربي سبحانه، ما عندنا من جادلو فيه، الحمد لله. على كل حال بغيت نعطيكم هذا الموضوع، ولازم انا جامي قلت لكم باللي ودي بارطاجو ولا شاركونا الفيديو، بصح هذا راح نقول لكم شاركونا الفيديو باش ندي الاجر تاعو وتدوا الاجر تاعو نتوما، وانتوما فان كي تبارطاجوه اللي راح يدي الفكره عليكم راح يبارطاجيه، وفي نفس الوقت راح يدي اجر تاعو، وان شاء الله يكون ويزرو ويزرو من عامل به، ان شاء الله ربي يثبتنا ان شاء الله. بالنسبه لهذا الموضوع، هو الموضوع تاع الطيور اللي راهي تتساقط ذروك من كثره الحراره، رانا نصيبها طاحت في الارض ما يش تقدر بها تشرب، المنابع تقريبا راهم تقريبا نشفوا كامل، الكميه تاع الماء راهي ما هيش كاينه. اي واحد عنده بالكون عنده تاقة عنده، كل واحد والظرف تاعو يدير اناء تاع ماء على حسب الظرف تاعكم. عندك مساحه برا قدام الباب تنجم يدير كميه، تنجم ديرو نيلو ونحفروا له شويه في الارض دير كميه تاع ماء. اي حيوان اي طائر اي حشره اي حاجه تشرب منه، بالتالي راح تدور الاجر تاعو. انا عندي هنايا راني ندير عندي دائما ندير هذا الاخر، عندي ود الطيور دائما 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 نشوفهم يجوا يشربوا، ان شاء الله تكون صدقه عليا وعليكم ان شاء الله. هذا امر تاع ربي سبحانه، ما عندنا ما نديرو له تاع السخانه، بالتالي احنا نشاركو ونديرو هذا الاجر. شاركونا الفيديو وشاركونا هذا الاجر، وانتم ادوا اجر وحنا ندوا الاجر ان شاء الله موراكم. وادعونا ربي ان شاء الله سبحانه، وراه كل واحد راه متضايق، كل واحد يدعي لخوه، كل واحد ينوي النيه تاعو الصادقه، ينوي باللي ودي هذا الماء اللي شربو ينوي في قلبه الشهوه اللي على مو اللي على بويو اللي على، ينوي هذا الماء اللي راه يصدق فيه النيه تاعو في قلبه يخليها، يحط اناء تاع الشجره تحت في طاقه في بالكون على حسب الظرف تاعو، كل واحد والظرف تاعو، كل واحد وين يقدر يديرو. انا راح نشارككم هذه الفيديوهات، انا جمعتهم حاولت بها نجمعهم من شعر من موقع، راح نشارككم فيهم ونخليهم قدامكم، وشوفوا الطيور كيف تساقط، وشوفوا الامر كيف راها شويه راها خطير شويه، نساهموا في هذا الامر. إن شاء الله تكون صدقة مقبولة عليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.